أثناء مشاركته في ندوة المركز الأمريكي، الزبيدي يثمن دور التخالف العربي ويؤكد الالتزام بمكافحة الإرهاب. الخطوط الجوية اليمنية تشغل أولى رحلاتها الجوية الداخلية غدا الريان الغيضة. وبتمويل من دولة الإمارات، مواصلة العمل في مشروع سد وادي حسان الاستراتيجي في أبين. نفذت الأجهزة الأمنية في المخا بمحافظة تعز حملة أمنية لضبط المتورطين في قتل الشيخ علي الحيسي. وأفاد مصدر في أمن المخا بأن التحقيقات والأدلة التي بدأ جمعها منذ الساعة الأولى لارتكاب الجريمة توصلت إلى هوية الجناه الذين تربطهما صراعات ثأر بالمجن عليه. وطوقت الحملة بناء على أوامر قضائية منزل القتلة واعتقالات عددا من شركائهم. وأكدت قوات الأمن أنها ستتعقب باقي المتورطين حتى تقديمهم للعدالة. نظم المركز الأمريكي لدراسات جنوب اليمن مؤتمرا في العاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان الذكرى الثامنة لتحرير عدن من الغزو الحوثي. وشهد المؤتمر مشاركة العضو السابق في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الخاصة باليمن فرناندو كارفخال وغدد من الباحثين الدوليين في الشأن اليمني. وتناول المؤتمر أبرز القضايا على الساحة وعلى رأسها قضية الجنوب ودوره ومقاومته والقوات المسلحة في التصدي للميليشيات الحوثية في الحرب على الإرهاب. هذا وشارك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي في ندوة المركز الأمريكي من خلال إلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو، وثمن خلالها الدور الكبير الذي لعبه الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير العاصمة عدن وما أعقبه من انتصارات توجت بتحرير كامل لمحافظات الجنوب. الأعزاء المشاركون في هذا المؤتمر في البدء، ونحن نستحضر الذكرى الثامنة لتحرير العاصمة عدن من الميليشيات الحوثية، اسمحوا لي أن أتوجه بأسماء آيات ومعاني العرفان إلى إخوتنا وأبنائنا الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة لتحرير العاصمة عدن والجنوب ورسموا بدمائهم الزكية عنوان النصر المؤزر. إلى ذلك جدد الزبيدي التزام المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية أمام المجتمع الدولي في مكافحة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي. إننا في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة القوات المسلحة الجنوبية ونحن نشارككم مؤتمركم هذا لنجدها فرصة لنجدد للإقليم والعالم التزامنا الكامل بالمضي قدما في جهود مكافحة الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش، وقد قدمنا قوافل من الشهداء والجرحى في سبيل الانتصار في هذه المعركة المصيرية التي تخوضها قواتنا كشريك محوري للمجتمعين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وسنواصل مهامنا الوطنية لتأمين ممرات الملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن. دشنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل أولى رحلاتها الجوية عدن الريان الغيضة، وسينعكس ذلك على تسهيل حركة التنقل وسفر المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية. المزيد في هذا التقرير. بحضور ورعاية وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد ومحافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي، دشنت الخطوط الجوية اليمنية إعادة تشغيل رحلات عدن الريان الغيضة عقب سنوات من توقفها. طبعا حرب الميليشيات الانقلابية الظالمة على اليمن وعلى السلطة الشرعية وعلى المحافظات الجنوبية دمرت كل المطارات وكل البنى التحتية للاقتصاد الوطني بشكل عام، ولكن بفضل الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تم صيانة مطارات السقطرى ومطار الغيضة ومطار الريان ومطار عدن، والحمد لله اليوم المطارات شغالة. لا يسعنا بهذا المناسبة الا ان نتقدم لهم بجزيل الشكر والامتنان. هذا اكيد بشرى سارة وجميلة تقدم لابناء محافظة المهرة بعد صوم طويل، ونتمنى على الاخوة
في الجهات المختصة أن تستمر هذا الشيء ويتطور. القائمون على الخطوط الجوية اليمنية أكدوا خلال حفل الاستقبال على تسيير رحلة أسبوعية إلى مطار الغيضة، وذلك ضمن خطة أولوية لتشغيل باقي الخطوط الجوية. طبعا اليوم نحن سعداء جدا بتدشين أول رحلة إلى محافظة المهرة بعد انقطاع يعني لفترة طويلة، مع العلم أنه تم التدشين آخر رحلة كان في عام 2016 ولكن لم تستمر نتيجة الظروف التي تعيشها البلد. طبعا أهمية تدشين يعني المحافظة المهرة أهمية كبيرة، والخطوط الجوية اليمنية تنطلق من يعني منطلق وطني وإنساني وليس فقط تجاري لربط المحافظات جميعها يعني في اليمن ببعضها البعض وخدمة للمواطن اليمني. اليوم بهذه الرحلة سيكون يرتبط أكبر مسافة في الجمهورية اليمنية، تربط شرق الجمهورية اليمنية بغربها. فلو ربطنا المهرة اليوم برحلة من الغيضة إلى الريان إلى عدن نكون قد ربطنا أكثر من 1500 كيلو متر طولا، وهذه تشكل أهمية كبرى. إعادة تشغيل المجال الجوي يعكس المكانة المحورية لمحافظة المهرة ويسهم في تذليل وطأة التنقل البري على المواطنين لتقريب المسافات وسرعة الوصول. فرحة عارمة تعم المكان بإعادة تشغيل الخطوط الجوية الداخلية إلى الغيضة التي من شأنها أن تحسن حركة تنقل المسافرين وتحد من معاناتهم التي استمرت لسنوات لتوقف النشاط الجوي. فاتن اسكندر من مطار الغيضة الدولي المهرة. نفذ فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في محافظة أبين نزولا إلى موقع مشروع سد وادي حسان للاطلاع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي الذي يتم تنفيذه بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. سد حسان أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في دلتا أبين لما له من أهمية في عودة الحياة الزراعية إلى المحافظة، وبتكليف من نائب مجلس القيادة الرئاسي أبو زرع المحرمي نفذ فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب النائب نزولا ميدانيا لمتابعة سير العمل في المشروع. هذا المشروع الاستراتيجي والمهم لمحافظة أبين والذي هو من أكبر المشاريع في الجانب في هذا الاختصاص على مستوى اليمن، ونشكر أيضا القائد أبو زرع المحرمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على متابعته الحثيثة لهذا المشروع. ويبلغ طول السد وادي حسان 422 مترا وبحاجز خرساني عرضه 60 مترا، إضافة إلى 4 حواجز ترابية جانبية وأعمال حماية لمزارع المواطنين القريبة من السد، فيما ستبلغ السعة التخزينية لحوض السد ما يزيد عن 19.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار التي ستغذي المياه الجوفية وستروي مزارع المواطنين في دلتا أبين. سد حسان هو مشروع استراتيجي ومن أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة أبين، على اعتبار أن هذا السد سيغذي أولا المياه الجوفية وهذا هو الأساس والأهم في هذا الموضوع، إضافة إلى أنه بيسقي أكثر من 30,000 فدان تقريبا. أبو زرع المحامي الذي يعني وجه بتوجيهاته إلى ضرورة الاهتمام بهذا المشروع ومتابعته شخصيا حتى يتم تنفيذه، وبالتالي تستفيد منه ليس محافظة أبين فقط، منتوجات محافظة أبين لو تعلموا أنها تصل إلى حتى إلى دول الجوار. جدير بالذكر أن مشروع سد وادي حسان يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعثر العمل فيها خلال الفترة السابقة، ولكن بجهود حثيثة من مجلس القيادة الرئاسي ودعم وتمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة يعود العمل مجددا في هذا المشروع الحيوي الهام. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. مؤسسة مياه عدن تحذر من الربط العشوائي لمصادر المياه. أهلا بكم من جديد. أدى التعدي المستمر على حقول المياه في منطقة المناصرة التابعة لمياه عدن أدى إلى ضعف في الكمية المخصصة للمدينة، الأمر الذي دفع مؤسسة المياه
إلى إطلاق مناشدات لإيقاف العبث في هذا القطاع نتيجة الربط العشوائي لمدن استثمارية وبصورة غير قانونية. في الوقت الذي تعاني منه بعض مناطق عدن أزمة مياه، نوهت المؤسسة العامة للمياه في المدينة حصول اعتداءات على أنابيب النقل بربط عشوائي في حقل الروة بصحراء الحرور والخاص بمياه عدن، وذلك في منطقة المناصرة وهي المنطقة التي تربط أنابيب مياه عدن بأبين. وهذا الاعتداء أدى إلى ضعف في الكميات القادمة إلى المدينة. اكتشفنا طبعا في شهر رمضان أن هناك عملية ربط واعتداء على الخط الرئيسي الناقل من خط مياه الروة إلى بئر الناصر في الوقت الذي عدن تعاني كانت من شحات مياه، ونحن نحاول أن نستعين بأخواننا في المؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي أبين، وكانوا يمنوا علينا من بفتح المياه في الوقت الذي كان الحقل تابع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن. كنا نحاول ونسعى جاهدين لفتح المياه من أبين، وكانوا يفتحوا لنا كميات بسيطة. الرواية التي أدلت بها قيادة مؤسسة مياه عدن أكدت حصول تعديات عدة على أنابيب نقل المياه بربط عشوائي لمدينة استثماراتية بالتماهي مع قيادة مؤسسة مياه أبين حسب قولهم، وهو ما يؤدي إلى إضعاف الكمية المخصصة لعدن بصورة غير قانونية أو مسؤولة. تم إعطانا توقيعات من المدير العام بالنزول حيث كنا نتوقع حدوث كسر أو تسرب في الخط الناقل، ولهذا وجدنا أن هناك ربط عشوائي في الخط القادم من أبين إلى حقل بئر ناصر أبو 32 هنج اللي يتبع المؤسسة المحلية للمياه عدن، وتم الرفض من قبل مؤسسة مياه أبين، يعني ربطت شيء هي لا يخصها ولا يعنيها، ربطتها المشروع يسمى المشروع الخليج العربي دون علم أحد، وأدى لهروب إنتاجية الحقل كامل عن المياه. مدير مؤسسة المياه في عدن أكد أن التعديات عولجت خلال الفترات السابقة لكنها مستمرة، وهذه المرة بصورة أدت إلى تخريب غرف الصمامات لأنابيب النقل ودفنها، مؤكدا أن حقل الروة مصدرا مهما للمدينة ويجب أن يتوقف العبث فيه والسماح لمشاريع استثماراتية بالربط منه في وقت تعاني منه كلا المدينتين أبين وعدن بشح في المياه. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. أما الآن ننتقل إلى أخبار الرياضة. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منح النجم البرتغالي برونو فرنانديز إشارة قيادة الفريق، وبذلك يخلف فرنانديز زميله هاري ماغواير الذي تم سحب شارة القيادة منه مؤخرا. وانضم فرنانديز إلى صفوف مانشستر يونايتد في شهر يناير من عام 2020 قادما من سبورتينغ البرتغالي. رجح كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأمريكية جافن شميدت أن يكون شهر يوليو الحالي على الأرجح الأكثر سخونة في العالم منذ مئات إن لم يكن آلاف السنين. وحطم شهر يوليو أرقاما قياسية يومية وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، ووفق حسابات شميدت فإن هناك احتمال بنسبة 50% أن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، فيما رجح علماء آخرون ذلك بنسبة 80%. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. أثناء مشاركته في ندوة المركز الأمريكي، الزبيدي يثمن دور التحالف العربي ويؤكد الالتزام بمكافحة الإرهاب. الخطوط الجوية اليمنية تشغل أولى رحلاتها الجوية الداخلية غدا الريان الغيضة. وبتمويل من دولة الإمارات مواصلة العمل في مشروع سد وادي حسان الاستراتيجي في أبين.